دعا فضيلة الشيخ عدنان القطان خلال خطبة الجمعة بجامع مركز الفاتحة الإسلامي، دعا إلى بث روح الأمل والتفاؤل خصوصا في ظل الظروف الراهنة وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم. عباد الله، ما أجمل الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمل وتبث روح التفاؤل بين المسلمين، يجب استحضارها في كل وقت وحين، خصوصاً في ظل هذه الظروف والأوضاع التي نمر بها ويمر بها العالم بأسره. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الشريفة ومواقفه العظيمة وتوجيهاته الرائعة يحثنا على التحلي بالأمل والتفاؤل، فلقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله سبحانه، فقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. فبالأمل يذوق الإنسان طعم السعادة، وبالتفاؤل يحس ببهجة الحياة، والإنسان بطبعه يحب البشرى وتطمئن إليها نفسه وتمنحه دافعاً قوياً للعمل، بينما التنفير يعزز مشاعر الإحباط واليأس لديه ويصيبه بالعزوف عن القيام بدوره في الحياة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.